عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الوقفه هذه الاسباب ديالها بطبيعه الحال نقدم لكم نفسي، انا سعيد الخردي، جاي من صاحب قناه عولمه شو، وجاي من الولايات المتحده الامريكيه، اللي من خلالها جيت في عطله صيفيه وقضاء بعض الاغراض الشخصيه هنايا، استثماريه واقتصاديه واجتماعيه. بطبيعه الحال احنا كمواطنين مغاربه اصليين انتقلت الى الرباط، انا من الدار البيضاء وانتقلت الى مدينه الدار الرباط من اجل المشاركه في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي هي ضد السياسه الفرنسيه او السياسه الماكرونيه اللي بغات تبدا تتدخل في الشؤون تاع المملكه الشريفه ديالنا. اذا بطبيعه الحال هو ماكرون بانه نسى بانه عندنا عاهل وملك قوي، ملك اللي الحمد لله السياسه ديالو الحكيمه هي اللي غاديه في الطريق الصحيح، وبانه هذا ماكرون غادي نقولوا له بصوت مرتفع بانه ديها في الحاله الداخليه ديالك ديال البلاد اولا، وشوف شنو الصراعات والمشاكل اللي عندك سواء بالقاره الافريقيه او بعد الدول البلدان الاخرى الاوروبيه والامريكيه. فاحنا الحمد لله هنا عندنا سياسه حكيمه ديال عاهل البلاد، واللي من خلالها تنقولوا له بانه المغرب عنده ملك واحد هو الوحيد المؤهل والشرعي اللي ممكن اللي خاطب الشعب ديال المغاربه، الشعب المغربي والشعب الوفي ديالو. بالنسبه للنقطه المتعلقه بالنسبه للكارثه الطبيعيه التي المت بوطننا الحبيب وفي عده مناطق، فتنوجهوا تنقولوا بانه احنا المغرب قوي، والا لاحظتوا كل شيء الحمد لله كنا المغاربه داروا واحد الملحمه ثانيه، وملحمه في الوقت اللي كانت المسيره الخضراء ديال الراحل الحسن الثاني الله يرحمه، فهنا كانت واحد الملحمه اخرى تاريخيه، وهذه تعتبر عفويه وتضامنيه، واللي وسائل البلدان العالميه كلها ما فهمت والو كيف تنقولوا بالدارجه بطبيعه الحال. وبان احنا المغرب احنا الحمد لله المغاربه متضامنين، ولحد الساعه باقي التضامن ديالنا باقي قوي، وبدا من الديبار الى يومنا هذا، وحنا الحمد لله باقي نتعاونوا مع مجموعه من الجمعيات ومجموعه فيما يخص المسائل الماديه او اللوجستيكيه. والمغرب الحمد لله الناس كلهم مشاو دعوه، كل شيء الناس تضامن بدون اي راي او توجيه، او وانما الزلزال المؤلم الفاجعه دفعتنا احنا كاملين كمغاربه بانه باش نكونوا في واحد المستوى اللاحق، ونعطيو واحد وندخلوا للتاريخ من الباب الواسع، كيف دخلنا مثلا في المسيره الخضراء ودخلنا في نصف كاس العالم في قطر. فاحنا الحمد لله عندنا كارثه طبيعيه، واللي الحمد لله تدبر تحت القياده الرشيده ديال عاهل البلاد شفاه الله وحفظه، واللي حنايا الحمد لله المغاربه معروفين بالتضامن ديالنا وبالحب ديالنا والتعاون ديالنا، فكان ما يمكنش ننساو خوتنا وخواتاتنا، هذا شيء طبيعي عندنا هنا. وواحد الفكره نقطه اخرى خويا اللي بغيت نشير لها، وهو تنشكر جزيل الشكر كل المؤسسات العسكريه والمؤسسه الامنيه ومؤسسه الدرك الملكي والقوات المساعده والوقايه المدنيه وكل اطياف المجتمع المغربي، وزاره الصحه، جمعيه المجتمع المدني، والمغاربه قاطبه من طنجه الى القويره سواء بالداخل او بالخارج. اذا الجاليه هي انا كواحد من الناس ديال الجاليه، فانا تنقول بانه المغاربه راهما متضامنين وبانهم قويين، وباغي البلاد تمشي الى طريق الامان، ولكن احنا تنرفضوا رفضا قاطعا هذا التدخل في الشؤون ديال المملكه المغربيه. شكرا لك على الكلمه. وقبل ما نقول كلمه اخيره، وهو تنجدد الرحمات والمغفره لكل شهداء ضحايا الزلزال، ثم نطلب الله الشفاء العاجل لكل المصابين. والحمد لله كاينه سياسه حكيمه من اجل اعاده البناء واعاده التاهيل واعاده الايواء وغير ذلك. الحمد لله داك الشيء كثير، ماشي هو هذا الوقت ديالو، ماشي هذه الوقفه ديالنا هنا من اجل هذه المسائل، وانما احنا جينا خصيصا بمناسبه لنندد امام السفاره الفرنسيه بالعاصمه الرباط عن هذا التدخل السافر ديال ماكرون في شؤون المملكة المغربية الشريفة. إذن شكرا لكم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.